في هذه المناسبة التي تضم الخير لسور وأهله. باسمي وباسم أسرة موقع سور سوا بشكر مجلس بلدية مدينة سور اللي رعت هذا الحفل، وبشخص رئيسها الأخ والصديق والمخلص المهندس حسن الدوق اللي شملني بعطفه ومحبته ودعمه، كما الشكر والتقدير للأخ الكبير المهندس نصير سكلاوي الداعم لكل أنشطة الخير والعمل الإنساني والاجتماعي، كما أيضا الشكر لكافة الشركات والمؤسسات والمحلات التي ساهمت. إن شاء الله موعدكم سنة الجاي حيكون ألبوم سور سوا بالأبعاد الثلاثية من سور إلى لبنان. أمنين لقاءكم بنشاط نعمل له لرفع هذه المدينة العظيمة عاليا، وبشكر حضوركم ودعمكم. نبقى الآن مع تقديم هدية رمزية من المصور خالد أبو العينين لرئيس بلدية سور المهندس الأستاذ حسن بوق، عبارة عن ألبوم صور بالأبعاد الثلاثية يشمل لبنان من أقصاه إلى أقصاه. وندعوكم إلى حفل كوكتيل بسيط احتفاءً بالمناسبة.